يا ابوي نفوخي هيطرشق من الصداع. ايوه صباح الطين على نفوخك اللي كيف نفوخ الخرتيت ده. انا فين؟ في القهوه زي ما انت يا عجل يا عجل البحر. انت فكني، انت مربطني كده ليه؟ انا مش هفكك الا لما تقر وتعترف بكل حاجه. من ياد اللي حرضك تحرض اللعيب على الهروب من الماتش؟ محدش حرضنا. امال ما جيتش ليه؟ كنت تعبان. وبقيت اللعيبه يعني اتعدد منك؟ ها كلتهم اتعدوا منك يعني؟ ما خبرش، هما مش عندك، روح اسالهم. سالتهم يا فالح وكلهم قالوا انك انت اللي حرضتهم ما جوش الماتش. انت يا خاين. انا مش خاين، أنا بفط من المركب قبل ما تغرق. ما غرقت بسببك أنت وزملاتك يا دانس يا جوتا. أقول لك يا تعرف يعني جوتا؟ ها؟ أسمع، مش أنت اللي بقى لكم سنين بتخسرهم؟ وجاي بعد ما خربتها وعايز تهرب. أنا دلوك هطلع أقول للجمهور إنك دبرت لهم أمر داي عن النادي اللي بيعشق ترابه. وشوف بقى يعملوا فيك ايه؟ دول هيعملوا وشك عضاضة للبهايم الرضع اللي بتسنن. أنا مالي يا أبو عمو، هم يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. أنا حيالة عبد المأمور. ما أنت معايس تفتح مخك معايا وقول لي مين اللي حرضك. أنت اللي عايز تشيل الشيلة كلها لوحدك. ماني لو قلت لك مش هيرحمني. ولو ما قلتش أنا كمان مش هرحمك. أنت قال أنت مين اللي حرضك؟ رشدي بيه. رشدي ابن حسنين بيه؟ وفي رشدي بيه تاني غيره. وقال لك تعمل ايه كمان؟ عشان ينقذ النادي منه. منني؟ يعني انت خربت النادي بلعبك وهو عايز يبيعه وفي الاخ عايزين تنقذ النادي منني؟ يا البجاحة دي. هو قال لي كده. تفكك من حوار المصلحة بتاعت النادي دي عشاني عارف يا دبور. انت ما يفرقش معاك غير مصلحتك وبس. مش فاهم عايز ايه يعني؟ عايزك تقول لي اشترى زمتك الكوتش ديت بكام؟ دفع لي مستحقات المتأخرة وفوقيها نفحة. ايوه كم يعني قول؟ 6500 جنيه. يخرب بيتك تبيع النادي اللي عملك ب6500 جنيه يا ديني. ايه ده؟ ما عرفتش قيمة النادي بتاعك يا ياض. طب كنت خليته وقفوا لهم 7000 يا معفن. او اللي حصل بقى. طب قوم فاز من قدامي، امشي على الزريبة اللي حبس فيها زمايلك هناك يلا عشان تواجهوا بعضكم بالكلام. طب ورشدي بيه؟ رشدي بيه حكايته معايا يعني. قوم يا ابوي، بقالنا 6 ساعات قاعدين في الشمس، دماغنا حمصت يا خلق. حد يلفينا بق ميه يا جدعان، هنموتوا من العطش. ارحمنا يا كابتن هاشم. مفيش حاجه في ايدي اعملها. كيف يعني يا كوتش؟ ده انت المدرب. والله دي اوامر رئيس النادي، هو اللي قال لي يا هاشم ثبت العيال دي في مكانهم وقف عليهم، واللي يتحرك اكتب اسمه على السبوره. يا بوي، هو انت واقف على عيال صغيره في الفصل؟ يا ريت يا ريت، ده العيال الصغيرين ما يعملوش اللي انتوا عملتوه ده. طب اتوسط لنا عنده عشان يسامحني. وماله وماله، عشان يربطني معاكم. ايه يا خلفه القرود، منك ليه بتلكوا في ايه؟ حد من العيال المعافنة دي اتكلم يا كابتن هاشم. كلهم ملتزمين بالعقوبة وقاعدين بأدبهم. ولو عرفت انك متسطر على حد فيهم هعبطك معاهم. مش متسطر عليهم ولا حاجة. عطشانين يا كابتن هريدي. انا هبل ريقك دلوك يا زناتي. هات الشوال اللي معاك يا نجم. هنزلوا هنا هي صنع النجوم. اخرب عقلك، هو انت لسه لفحها على كتفك لحد دلوك؟ ما انت ما قلت ليش نزليه. يخرب بيتك صحتك يا بيت، ده أنا متجوز بلدوزر. نزليه نزليه نوفكي يلا. صحتي ومجهودي وكل ما أملك فداء ليك وللنادي يا أبو الكباطن. ليك الخير والله يا كابتن، جيب لي نواك. والله شكلي هديك جزين إلام على قفاك اللي كيف قفى الحمار ده. اهدي، أنا جايب لك وراس الأفعى اللي حرتكو على المؤامرة دي. اطلع اطلع من الشوال يا جحش انت وكلمهم على المؤامرة. يخرب بيتك، هو ما بيردش ليه؟ انت عملت فيه يا بنت؟ ما تقلقش يا ابو عمو، انا عامله حسابي هديله حقنه من تركيبي هتخليه كيف الرهوان يا قوي. ابوس ايدك اعترف بكل حاجه. لقص وادخل في الموضوع. اطرشه بالكفه على قفاه يا هريدي عشان يجيب اللي في بطنه. لا 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 يا نجفه، لا شايلك للتقيله. انت قاعد انطق. أنا جاي أعترف بذنبي وأقول لكم إني كنت غلطان إني حرضتكم تنسحبوا من الماتش، وهمتكم إني ده في مصلحة النادي. كمل كلامك يا دبور. ماني خلصت خلاص. أطرشوا بالكف على قفاه يا هريدي. إيه ده؟ ما قلنا شيل إيدك للتقيلة. إهدي بقى
انت يا عاد قول يا عاد انت خدت كام عشان تبيع ناديك؟ 6500 جنيه. واه يا ابن النصابين، ده انت مدي كل واحد فينا 300 جنيه فقط لا غير. انا عايز 1000 جنيه كمان. 1000 جنيه؟ علي الطلاق، ماني سايبك الا لما اخد 2000 جنيه. انت بتقسم الرشوه قدامي، يخرب بيت ابوكم وبتزمتكم. الفلوس ديت هتتصادر يا انت وهو، وكل واحد يحط يده في جيبه ويجب بالفلوس اللي اخدها. هتتصادر كيف يعني؟ هتخش خزينة النادي يا خفيف. مش بس كده، ده انتوا كمان هتمضوا على وصولات امانه، عشان لو قررتوا الحركه العفشه ديت تاني انا هحبسكم. ولا ما يعرفش يمضي يبصم. خليه ما يبصمش، خليه ما يبصمش، وانا اطرشه بالكفه على جفاه، اطرشه اللي في بطنه. صدق ان انا اللي هطرشك على وشك دلوقت. هاي سيلي، ايه الاخبار؟ اتاخرت ليه يا مستر رشدي؟ ده الماتش قرب يبدا. ماتش ايه اللي يبدا يا سيلي؟ انت هتفولي في وشي ولا ايه؟ سوري يا مستر رشدي، نسيت. ايه ده؟ ده هريدي ساحب مراته وجايين علينا اهو، شكله متعشم ان الماتش هيتلعب. قاعد يعني في المكسورة الرئيسية؟ ده انا كنت فاكرك مالكش في الكورة. انا صحيح ماليش في الكورة، بس بفهم فيها اكتر من اللي ليهم فيها. اشك بتشك اني بفهم في الكورة؟ لا، بشك انك بتفهم في العموم يعني. احترم نفسك يا هريدي. خلاص يا سيدي ما تزعلش كده. افرد وشك عشان ربنا يفتحها علينا ونكسب. ايوه، ما تكشرش في وش اللعيبة عشان نفسيتهم. هما فين اللعيبة دول؟ انا مش شايف حد في الملعب. دلوقتي تشوفهم وتملي عينك. الا انت على بديت جاي تشجع مين يعني؟ ايه الكلام الغريب ده؟ جاي اشجع النادي بتاعي. قصدك النادي بتاعنا؟ اختار كلماتك بعناية شديدة لو سمحت. ماشي يا هريدي، هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. يا ابني هو في حد ضحك؟ انت ايه حافظ مش فاهم؟ بقولك ايه، انت الكلام معاك مضيع للوقت. انا ايه مسايبها لك مخدره؟ رايح فين؟ مش هتتفرج على الماتش معانا ولا ايه؟ ماتش ايه؟ هو فين الماتش ده؟ مش لما الفريق ينزل الملعب اصلا. ما انت لو باصص على الملعب بدل ما انت مبحلك في وشك ده كان زمانك شوف دبور وهو بيلعب ركله البدايه. بص كده. العب غيرها يا ريدي. عايزنا بص، ما لاقيش حد فتقول لي عليك واحد. عليك واحد ايه وربربي على دماغك انت؟ ده انت اتفهم العيال الصغيره يا عمي. الماتش ابتدى، الماتش ابتدى بقاله دقيقتين. ايه راح الفرح وجه. الساده الصحفيين الكرام، السلام عليكم جميعا. اسمحوا لنا نبدأ المؤتمر الصحفي لمباراة نادي الكفحتية FC ومركز شباب المسنين. معانا كابتن هريدي ممثل لنادي الكفحتية، وكابتن علي زعزوعي ممثل مركز شباب المسنين. اسمح لي بس قبل ما نبتدي أطلب من السادة الصحفيين الالتزام بالدور، وأنهم يعني ما قطعونيش في نص الكلام، علشان يعني أنا ما بحبش أتغاب على حد. معاك مراسلي جريدة الكفحتية. سؤالي للكابتن هريدي، ايه تعليقك على انتصاركم في ماتش النهارده؟ بتقولك ايه تعليقك على نتيجة الماتش؟ ايه طب ما انا سمعت يا ناديه، فانت بتعيدي كلامها ليه؟ بترجم لك السؤال. وترجمه لي ليه؟ هو انا اجنبي وهم الاجانب احسن منك في ايه يعني؟ لازم يبقى معاك مترجم. انت كده بتضحك الناس علينا. اسكتي بقى. سكتني. سؤالك كان ايه يا انسه عشان نسيت يعني؟ تعليقك على المباراة يا كابتن. والله انا سعيد جدا بالمكسب النهارده يعني، وبهديه لكل جماهير النادي. يعني المكسب جه عن طريق الحظ؟ لا، مش احنا اللي بنكسب الحظ يعني، احنا كسبنا صدفة. اظبط يا هريدي، اظبط بدل ما ترش الجفا. قصدي يعني ان الصدفة ان اللعبة كلها كانت فورمة في اليوم ده، ويستغلوا يعني ارباع الفرص. اللي بعده. معاك مراسلة موقع كرة الجنوب. سؤالي ليك يا كابتن هريدي، السؤال بيقول علل. ايه يا ست الكل؟ ايه امتحان عربي ولا ايه؟ علل داي يا ابوي. اسمع السؤال للاخر، ما يبقاش خلقك ضيق كده. ما هي اللي عكرت مزاجي. يبقى ترشها على جفاها، اطفيها اللي بطنها. ماشي ماشي. بس يا بنت اتفضلي. علل. سبب التغيير الجذري في اداء لعيبه الكفحتيه من الهزائم المتتاليه للمكسب المفاجئ ده. احييكي على السؤال المغفلك ده.
أنا قفلت على الفريق وأشرفت بنفسي على تدريبه واستعنت بمجهودي ومجهود زوجتي الكريمة في علاج لعبت الفريق من الإدمان. إدمان الهزيمة؟ بصي، هما كان عندهم كوليكشن إدمان مختلف، يعني كان فيهم اللي مدمن هزيمة واللي مدمن بنجو والحمد لله العلاج جاب نتيجة وكسبوا ماتش النهاردة. يعني نقدر نقول يا كابتن إنك حطيت النادي على سكة الانتصارات؟ بعون الله، وسكة الانتصارات ديت يعني هتكون وان واي، يعني وان واي انت فاهمه طبعا، يعني اتجاه واحد كله انتصارات فقط لا غير. كابتن هريدي، عندك رساله حابب توجهها للمنافسين؟ ايوه طبعا، ايوه بقول لكل المنافسين اللي هنلمحه هنمرجحه. هريدي انا اجف اصبر اما ارد على اسئله الناس، مش وقته في مصيبه اكبر. ايه مصيبه ايه يا بومه؟